مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أحكي عن الكمبيوتر جيمز يلي رح ينزلوا بشهر أدار، وبنبلش ببالان وندر وورلد ب 26 الشهر. هي لعبة حركية مدهشة تدور حول مسرح بالان بقيادة المايسترو الغامض ويدعى بالان. سيستخدم نجوم العرض إيما وليو قدرات خاصة من العديد من الأزياء المميزة أثناء مغامرتهم في أرض وندرلاند الغريبة والخيالية. هنا تمتزج الذكريات والأفاق من العالم الحقيقي مع الأشياء التي يعتز بها الناس. هناك 12 حكاية مختلفة تنتظر نجومنا في عالم العجائب، لكل منها مراوغاتها الفريدة، وسوف يستكشفون جميع أركان هذه المتاهات المليئة بعدد لا يحصى من الحيل والفخاخ للوصول إلى قلب القصة. ومننتقل لفورغون بأول الشهر. هي منصة ثنائية الأبعاد سريعة وسلسة ومليئة بالنهب الأسطوري وفن بيكسل المذهل. اجمع ترسانة من الأسلحة القوية واكشف عن قصة مقنعة من الأسف والتآمر بينما تشق طريقك عبر جحافل الأعداء لإنقاذ كالاغان. بعد سنوات من الحرب المدمرة أصبحت مدينة كالاغان محاصرة مرة أخرى من قبل قوة مفسدة تعرف باسم هارو. بصفتك أقوى جندي خارق في المدينة فالأمر متروك لك للتحقيق في أصول هارو ومنع أتباعه المعاد إحيائهم من تدبير العالم الذي أقسمت على حمايته. لكن هارو لا تقوم فقط بإحياء المالطة، إنها تستخرج الذكريات التي من الأفضل تركها منسية. ومننتقل لموندان ب 16 الشهر. هي قصة رعب مرسومة باليد تدور أحداثها في واد مظلم منعزل من جبال الألب. استكشف مناطق مختلفة مليئة بالأسرار وتجاوز المواجهات العدائية وقيادة المركبات وملء مخزونك وحل مجموعة متنوعة من الألغاز المصنوعة يدويا. بعد أن علم بوفاة جده الغامض في حريق يسافر البطل إلى موندان لأول مرة منذ الطفولة. سيكتشف قريبا أن شيئا قديما وشيطانيا يطارد السكان الباقين. السعي لاستكشاف المعنى الكامن وراء هذه الأحداث المشؤومة يأخذ اللاعب في رحلة ملحمية فوق جبال موندان، من المروج شديدة الانحدار عبر الحقول الصخرية إلى القمة المغطاة بالثلوج. ومننتقل لمونستر جام ستيل تايتنز 2 باثنين الشهر. تتميز هذه اللعبة بمزيد من الشاحنات المفضلة لدى المعجبين في عوالم مونستر جام الجديدة تماما، وأوضاع جديدة ومتعددة للاعبين عبر الإنترنت، و38 شاحنة للاختيار من بينها، وخمسة عوالم خارجية جديدة. يتدرب السائقون في معسكر كراشمور ويتنفسون في الملاعب الأصلية ليصبحوا البطل النهائي، بما في ذلك التعليم العالي وسباركل سماش وغريف ديجر لكشف أسرار مونستر جام. تنافس تماما مثل المحترفين في 12 ملعبا حقيقيا وأنماط لعب مستوحاة من عروض العالم الحقيقي لأداء الأعمال المثيرة المفضلة لديك مثل باور أوتس أند باك فليبس، بوغوس، سايكلونز، ووك إتس، مون ووكس، ستوبيز وبايسيكلز. استمتع بمجموعة من التحسينات في الفيزياء والوظيفية والاستكشاف. ومنتقل لبيو بيو تيتريس 2 ب 24 الشهر. تتعاون سلسلة ألعاب الألغاز المحبوبة في اليابان بيو بيو مع امتياز لعبة تيتريس المشهورة عالميا لتقديم المزيد من متعة بيو بوبينج وتتريمينو كليرينج، بالإضافة إلى قصة وشخصيات جديدة. تقدم اللعبة أوضاع جديدة مثل معارك المهارة التي تسمح للمهارات والعناصر القائمة على الشخصية بتغيير اللعبة بسرعة. قيل أيضا أن لديها وضعا محسنا عبر الإنترنت من اللعبة الأولى، مما يسمح بمزيد من المنافسة في الدوريات واللعب الحر، بالإضافة إلى أوضاع جديدة في وضع المغامرة. سيجتاز اللاعب عالما علويا ويشترك في معارك المهارة مع شخصيات أخرى في القصة. ومننتقل لإيفل جينيوس 2 World Domination ب 24 الشهر. إيفل جينيوس 2 هو منشأ مخبأ تجسس عالمي ساخر، حيث يتحكم اللاعبون في إيفل جينيوس
ويدعون خططهم للسيطرة على العالم. عندما يكون من الجيد أن تكون شريراً، فإن قوى العدل لا تحظى بفرصة. قم ببناء مخبأ الشر وعملية التغطية الفريد الخاص بك، ودرب قوة من توابع المجرمين، ودافع عن عرينك من قوى العدالة، وسيطر على العالم باستخدام جهاز دومزداي في هذه التكملة المباشرة للعبة الكلاسيكية لعام 2004. وننتقل لأوفر كوك All You Can Eat ب 23 الشهر. لقد نهض بوكيش مرة أخرى، ومهمتك هي إشباع جوعهم. هل أنت مستعد لإنقاذ العالم مرة أخرى؟ أوفركوكت هي لعبة طبخ فوضوية، حيث يحتاج اللاعبون إلى العمل معا أو بمفردهم لتقديم أكبر عدد ممكن من الأطباق قبل نفاذ الوقت. سافر عبر الأرض لتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات في مطابخ متطورة وديناميكية. والآن أصبحت اللعبة متاحة على الإنترنت لأول مرة على الإطلاق، كما تم دمج بالكامل اللاعبين المتعددين عبر الإنترنت. قم أيضا بزيارة مطابخك المفضلة من اللعبة الأولى بدقة 4K مذهلة وعبر الإنترنت. وآخر لعبة معنا اسمها It Takes Two ب 26 الشهر. انطلق في الرحلة الأكثر جنونا في حياتك في هذه اللعبة. هي مغامرة على منصة منحنية النوع تم إنشاؤها خصيصا للعمل التعاوني. قم بدعوة صديق للانضمام مجانا باستخدام ريموت بلاي توجذر، والعمل معا عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من تحديات اللعب المدمرة. العب كزوجين متصارعين كودي وماي، هما شخصان تحولا إلى دمى بفضل تعويذة سحرية، محاصرون معا في عالم خيالي يختبئ فيه ما لا يمكن التنبؤ به في كل زاوية، ويواجهون على مضض تحدي إنقاذ علاقتهم الممزقة. هيدي كانت ليست الألعاب معنا لشهر أدار. بتمنى تكونوا ناطرين شي لعبة ورح تنزل بهالفترة. إذا كنتوا جديد على تشانل عملوا سبسكرايب، وإذا حبيتوا هذا الفيلم عملوا لايك، وإذا عندكم أي تعليق اتركوه بالكومنت، وأنا بشوفكم بحلقة جديدة. باي باي.